طيب تعالوا نشوف من احد الناس اللي انا بحبهم والناس اللي انا بحترمهم، وهو المستشار محمد عطية. كلنا طبعا عارفين مستشار محمد عطية اللي كان في اللجنة واستقال لما لقى ان اعضاء اللجنة بيتصلوا برئيس الاهلي وبيقولوا له انت مبسوط كده، احنا مشينا مجلس الادارة اللي كان مزعلك مبسوط وجبنا لك لجنة بقى تفضل. المحترم مستشار محمد عطية رفض كل الكلام ده. وتعالوا نشوف المستشار محمد عطية كمان يمكن يكون تبع عباس والعتال، يمكن يكون المستشار محمد عطية من خلايا النايمة، يمكن يكون المستشار محمد عطية بيقبض كمان زينا من عباس وسليمان والعتال. تعالوا نشوف المستشار محمد عطية المحترم قال ايه على صفقة امام عاشور. بيقول لك ايه الفايدة من اي كلام او من اي اقتراح حلول، فريق بينافس ادارته بتفتح الباب لرحيل واحد من اهم لعيبة الفريق، فريق بينافس وادارته تفتح الباب لرحيل واحد من اهم لعيبة الفريق بحجة انه عاوز يحترف وعشان مصلحته، مصلحة اللاعب بتهم اسرته فقط، مصلحة اللاعب بتهم اسرته فقط وليست تهم نادي الزمالك. لاعب كان مجدد وانت ما وثقتش العقد بتاعه وما جبتش بديل ليه. ده المستشار محمد عطية، ده المستشار محمد عطية اللي ممكن تبص تلاقيه هيبقى تبع سليمان والعتال عشان الراجل مش عاجبه حاجة. ده المستشار محمد عطية. بس حبيت اقول لكم ده مستشار محمد عطية ده حد يعني محترم جدا يعني. طيب تعالوا بيعجبني الاهلي، بيعجبني الاهلي ليه، بيعجبني الاهلي ليه، بيعجبني الاهلي، بيعجبني الاهلي عشان اولا تعالوا ناخد تصريح خالد الغندور الاول. تعالوا ناخد تصريح خالد الغندور على رحيل امام عاشور. وزي ما قلت لكم خالد الغندور لو على قناة نادي الزمالك هيطلع يقول لك فوائد رحيل امام عاشور. نقف هنا واديني ودنك وخد بالك، حط الجملة دي بين قوسين. خالد الغندور لو على قناة نادي الزمالك هيطلع يقول لك فوائد رحيل امام عاشور. انما خالد الغندور اللي خارج قناة نادي الزمالك اسمع التصريح بيقول ايه. ده خالد الغندور ده برضو هيبقى تبع سليمان والعتال وهاني شكري وممدوح عباس. بيقول لك بعد رحيل امام عاشور وانتقال القندوسي للاهلي لابد من صفقتين من العيار الثقيل، وذلك قبل غلق باب القيد لدعم الزمالك، والا لن ترضى جماهير نادي الزمالك. ده خالد الغندور خارج القناه بيقول اللي هو عاوزه، وانا مش بلوم اللي هو في القناه يطلع يديك فوائد رحيل امام عاشور. فده خالد الغندور اللي هو خالد الغندور الشخص وليس خالد الغندور الموظف في قناة نادي الزمالك. طيب تعالوا بقى ندخل على الاهلي واقول لك الاهلي بيعجبني في ايه. بيعجبني في الاهلي ان بيلاقي المنافس بتاعه في وضع ضعف، في وضع ضعف، فبيعمل ايه؟ نفس الموقف بتاع الملاكمة اللي انا حكيته لك قبل كده، اللي هو انت بتاع الملاكمة بيدي قبل ما بيدي الخصم الضربة القاضية بيبقى في ضربة قبلها بتدوخه بتخليه دايخ، وهو دايخ تروح مديله الضربة القاضية. ده في الملاكمة يعني، لان انا كنت بلعب ملاكمة وكاراتيه زمان وبعرف اضرب العالي اللي كانت بتضربني زمان، كنت اقعد بقى ايه، كنت بضرب كل الشارع عندنا. المهم ففي الملاكمة تبقى الضربة اللي قبل الاخيرة يقعد مدروخ كده تروح مديله الاخيرة اللي هي القاضية بقى. دلوقتي الاهلي عاوز يديك القاضية، شايف نادي الزمالك في ضعف وشايف ان في ازمة، وفعلا هي ازمة كبيرة برحيل اهم لاعب بسعر بخس دون توفير البديل ده، وفي وقت في نص الموسم، ده كارثة، ده اداريا اسمه كارثة يعني. جه الاهلي مطلع بيان، وانا لازم اشيد بالاهلي، انا اسف لازم اشيد بالاهلي، لان انا هقول لك الحلو والوحش. انت بقى مش مبسوط ان انا بأشيد بالاهلي دي ترجع لك. الاهلي نزل ده بعد امام عاشور امبارح، الاهلي النهارده
كان عنده عرض كبير لمحمد الشناوي، عرض احتراف في النصر السعودي، عرض احتراف في النصر السعودي. خليني احكي لك تفاصيل ما تعرفهاش. في لعيب حارس مرمى النصر السعودي اعتقد من امريكا الجنوبية يعني، اسمه ديفيد اوزبينا، اللي هم خدوه بدل محمد ابو جبل. ديفيد اوزبينا جات له اصابة طويلة وقعد او هيقعد فترة كبيرة بعيد عن الملاعب، عملية بقى وكده والكلام ده. فالنصر عاوز حارس مرمى كبير، لان النصر ده جاب رونالدو، فالنصر ما بيهموش الفلوس، بيصرف، عاوز حارس مرمى كبير. فالنصر رمى الهلب على محمد الشناوي، بعتوا للاهلي عرض يتخطى $4-5 مليون، يتخطى $4-5 مليون. حارس كولومبي اسمه اوزبينا بتاع النصر. فالنصر بعت عرض للاهلي بيتخطى $4-5 مليون في محمد الشناوي اللي عنده كام سنة يا محمد يا مصطفى اللي تبع عباس والعتال. محمد الشناوي عنده 35 سنة، يعني شطب، جاي له عرض $4-5 مليون عشان هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر. طب امام عاشور الصغير اللي عنده 24 سنة وشبه اساسي مع المنتخب، لا يمشي ب3 مليون. فجي العرض من نادي النصر للاهلي، عاوزين يشتروا محمد الشناوي $4-5 مليون. تعال اسمع رد الاهلي، وهو الاهلي ليه رد. طب ما جه عرض لديانج، وجه عرض لقفشة، وجه عرض لاحمد عبد القادر، وجه عروض. ليه الاهلي رد؟ عشان الاهلي يعني مكايدة في الزمالك ومكايدة في ادارة الزمالك. فالاهلي بيعمل ايه؟ بيقولك طب بص انا بعمل ايه بقى. بيقولك الاهلي كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عن تلقي حارس مرمى الفريق محمد الشناوي عرض احتراف خارجي خلال الفترة الماضية، ابرزها من نادي النصر السعودي ونادي ويجن الانجليزي. واضاف سيد عبد الحفيظ ان الشناوي وضع مصلحة الاهلي، ركز، مفيش مؤامرات علينا. في مؤامرات، بس كان في مؤامرات، وخدنا الدوري سنتين ورا بعض، وخدنا الكاس وكسبنا الاهلي في ظل وجود المؤامرات، احنا اللي بنعمل مؤامرات على نفسنا، ركز. واضاف سيد عبد الحفيظ ان الشناوي وضع مصلحة الاهلي اولا، واثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها، وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الاهلي الذي ضرب مثلا في الاخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده واصراره على الاستمرار في مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الانجازات للاهلي واسعاد جماهيره. وقال مدير الكرة ان الروح التي تعامل بها الشناوي وعدم تأثره بالاغراءات المالية تعكس قيمته الكبيرة عند الاهلوية مسؤولين وجماهير، وان ردة فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي وفي مقدمتهم الكابتن الخطيب الذي اثنى على الشناوي بشدة. واشار سيد عبد الحفيظ الى ان ما يقدمه لاعبو الاهلي في مثل هذه المواقف يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة وان جميعهم يتعاملون بمنطق مصلحة الاهلي اولا، مع التأكيد الكامل من جانب النادي ومسؤوليه على حقوقهم في كل الاتجاهات. يعني سيد عبد الحفيظ بيقولك لعيبة الاهلي بتقدر النادي، بتحافظ على النادي الاول، بتهتم بالنادي، لعبة محترمة، لعبة مش مادية، لعبة مش بيترملها الفلوس، بتريل. وفعلا الكلام ده صح، وفعلا وانا من المرات القليلة اللي بتفق مع سعد عبد الحفيظ، ولكن فعلا الكلام ده صح. هم عندهم ما تلاقيش واحد يطلع، انا جاي لكم لانستجرام دلوقتي والبوزان اللي في قط اللبس، بس ما تلاقيش واحد عندهم يعمل انا عايز امشي عايز اعيط. مفيش الكلام ده في الاهلي، ولا هيبقى فيه في الاهلي، ولا هيبقى فيه في الاهلي. في حظ
واه في دعم ليهم من الحكام ومن اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه، ولكن هم بيشتغلوا على نفسهم. انت بتبوظ في نفسك، انت بتقطع في نفسك. فالاهلي عاوز يقول لك لعبتي احسن من لعبه الزمالك، وفعلا لعبته احسن من لعبه الزمالك. وتعالوا ننتقل على الخبر اللي جاي، ويا رب يكون غلط، ويا رب الخبر ده يكون غلط، يا رب انا اطلع غلط. ولو انا طلعت غلط واداره الزمالك طلعت قالت ان كلامي غلط، هكون فرحان وهكون اول السعداء، لان لو الخبر ده صح يبقى امام عاشور اخر مسمار اتضرب في نعش فرقه نادي الزمالك. الخبر اسلام صادق، وانا برضو نفس الخبر ده جالي من احد الاصدقاء الصحفيين، يعني اسلام صادق والصديق اللي هو قال لي الخبر ده بيقول لك يوسف اسامه نبيه ونيمار وسيف جعفر واحمد فتوح يدرسون الرحيل نهايه الموسم عن الزمالك اسوه بزميلهم امام عاشور الذي سمحت له الاداره بالرحيل. حقه، ما هو حقه. لو انت في شغلك ولقيت المدير بتاعك بيدي صاحبك في المكتب اللي جنبك اجازة، وانت جيت تطلب اجازة يقولك لا ده زميلي لسه واخد اجازة، بس انت مشديك، هتعمل ايه؟ حقهم، يا كله يتعامل سواسية يا اما بقى خلاص. حقه، حقه ولا مش حقه؟ حقه، حقه، والله حقه. وخلي بالك انا نسيت اقولك، الناس بتكتب دلوقتي احمد يحيى هو وكيل امام عاشور، ووكيل كهربا، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد، وطارق حامد. بقولك افشل وكيل احمد يحيى ده، لو طال يولع في الزمالك يولع في الزمالك، لو طال يولع في الزمالك يولع في الزمالك. هو ونادر شوقي اكتر اتنين وكلاء بيكرهوا الزمالك، واكتر اتنين وكلاء اهلاوية متعصبين، متعصبين. وده الفارق. تاني هقولك الفارق، الاهلي عنده وكلاء بيبوظوا الزمالك. برافو، هو الاهلي مش غلطان، الاهلي عنده الاعلام بتاعه مرترت في القنوات، في القنوات عنده اعلاميين ومنطورين في القنوات وبيردوا عنه. احنا ما بنعملش كده، ولا عندنا وكلة زملكاوية ولا 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 كل الكلام ده. فاتمنى الخبر بتاع اسلام صادق، والخبر برضو جالي نفس الخبر ده النهاردة، اتمنى انه يطلع غلط، واتمنى انه يكون خبر غير صحيح، اتمنى انه يكون خبر غير صحيح. طيب تعالوا ندخل على الكارثة التانية. يا محمد كفايه كارثه امام عاشور، انا ما هو ده قدرنا. اللي يشجع الزمالك لازم يبقى قلبه جامد شويه. استاذنكم اللي لسه ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يدعمنا باللايك والشير بعد اذن حضراتكم، لو الكلام عجبك يعني، مش عجبك اعمل ديسلايك، يعني الوضع يعني ديمقراطي جدا يعني. تعالوا ندخل على الكارثه الثانيه. ايه هي الكارثه الثانيه يا عم محمد؟ هسال حضراتكم سؤال، احنا في نص الموسم صح؟ وفي تدريبات شغاله للعيبه صح ولا انا بتكلم غلط؟ يعني احنا في نص الموسم وفي تدريبات شغاله في اللعيبه، والمفروض تكون اللعيبه مركزه في التدريبات بتاعتها عشان التركيز الذهني بينعكس في الملعب. هل انت كواحد من جمهور نادي الزمالك وترد عليا في التعليقات، لو انت ماسك الموبايل اكتب معلش رد عليا في التعليقات، هل انت عارف الساعات القليله القادمه مين هو المدير الفني للزمالك؟ هل انت عارف الساعات القادمة مين هو المدير الفني لنادي الزمالك؟ اتحداك. هتقول لي يا محمد اسامة نبيه، مين قالك كده؟ ده اسامة نبيه طلع قالك امبارح يا عم فريرة احنا مستنينك ترجع، ونادي الزمالك عنده اجتماع مجلس ادارة بيقولك احتمال نرجع فريرة. طب هو مين المدير الفني للزمالك؟ معرفش. هل اسامة نبيه هيكمل؟ معرفش. هل فريرة راجع؟ والله يا ابني ما اعرف. تخبط، تخبط، وفي الاخر نبقى عيال قلالات الادب مش متربيين. في الاخر تخبط. هل التخبط ده صح؟ صح، لازم تقول انه صح، ولازم تقول على الغلط صح. لا مش هقول على الغلط صح،
مش هقول على الغلط صح، ومش هرضي الا ضميري، ومش هرضي الا ضميري. وحتى لو باخد فلوس من اليوتيوب، حتى لو باخد فلوس من اليوتيوب، الفلوس دي هتبقى حرام لو ما رديتش ضميري وما قلتش المعلومه الحقيقيه، هتبقى حرام. وانا ما دخلش بيتي جنيه حرام. فانت حضرتك يا فندم مين مدير فني النادي الزمالك الساعه اللي جايه؟ ما اعرفش. تخيل، تخيل. طب ليه فريرا مشي وهيرجع؟ ما اعرفش. لا انا عارف دي، انا عارف دي، انا عارفها. انا اسف، يعني حسب ما عرفت ان فريرا ليه مستحقات الشرط الجزائي بشهر متاخر او حاجه زي كده يعني. ودي برضو معلومه برضو جات لي، يعني مش لازم كل معلومه جات لي تكون صح بنسبه 100%، يعني ممكن يكون الرقم غير كده، ولكن فريرا ليه مبلغ كبير. يعني المعلومه اللي جات لي ان فريرا ليه مستحقات 840 الف دولار. يا لهوي، يعني كام 840 الف دولار؟ يعني 30 مليون جنيه ولا حاجه و20؟ هي 840 الف دولار كام؟ يعني حاجه و20 مليون جنيه. يعني عشان كده فريرا احتمال يرجع. امال ان اسامه نبيه كلمه وقال له يا بروف ما تحرمش منك، انا مش هقدر اعيش من غيرك، انت لازم ترجع تدرب الفريق. والله يا اسامه كان على عيني. لا طبعا الراجل ليه شرط جزائي، ولو انا طلعت قلت لكم حاجه غير كده ابقى انسان غير محترم وغير امين على حضرتك، ابقى انسان غير امين على حضرتك. فهل فريرا راجع ولا مش راجع؟ هل الكابتن اسامه نبيه مكمل ولا مش مكمل؟ انا مش عارف حاجه، انا عاوز اعرف يا جدعان، انا عاوز من هو مدرب نادي الزمالك بكره الصبح؟ مش هتعرف، مش هتعرف. طيب من شويه رؤى كان بيروق على نفسه، نزلتها على جروب الواتساب ونزلتها على الفيسبوك. رؤى كان بيروق على نفسه. يعني ايه رؤى كان بيروق على نفسه؟ رؤى كان عند الحلاق، هم بيقولوا كوافير انما انا راجل مش شرابيه يعني، فكان عند الحلاق. رؤى كان عند الحلاق، وزمان قوي كنا بنقول على الحلاق المزين. مش عارف مين فاكر اللي متربي في منطقه شعبيه ومعدي ال 25 30 سنه كان اسمه المزين. فرؤى كان عند المزين وكان بيحلق شعره ومصور نفسه ومنزلها على انستجرام. طب انا استفدت ايه يعني؟ انا وانا مالي يعني؟ انا مالي؟ انت بتحلق، مال امي يعني؟ انا مال امي يعني؟ انا داخل اعمل شويه شاي، داخل اعمل شويه شاي، ليه اصور نفسي سيلفي وانا عمال بقلب الشاي؟ طب ما انا كل يوم بروح احلق، انا لسه حالق دقني النهارده، هصور لكم وانا في الحمام كده بحلق دقني؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ فاروق انزل على انستجرام؟ عادي عادي عادي، الفرقه مش فاكه، الفرقه مش فاكه، لا الفرقه كويسه واحنا اللي غلطانين. الفرقه في التزام وفي انضباط ومفيش اي لعيب يقدر يخرج على النص، والفرقه كويسه ماشيه كويس للامانه يعني. طب ده رؤى اللي نزل وهو عند المزين بيحلق شعر. تعالوا ندخل على عبد الله جمعه. انا حاسس عبد الله جمعه ده مشارك في انستجرام، مش مشارك مارك في انستجرام. عبد الله جمعه بيقول لك ايه؟ منزل على انستجرام بيقول لك اتنين عمرهم ما بيندموا، اللي بيجرب واللي بيعافر. الله عليك، الله على الكلام اللي انا مش فاهم منه اي حاجه، وكلام ملوش اي 30 لازمه، بس الله عليك، الله عليك يا عبد. انت لاقي حد يقول لك عيب؟ لا. انت لاقي حد يقول لك انستجرام ممنوع؟ لا. انت لاقي حد يطلع عليك عقوبه؟ لا. خلاص اعمل اللي انت عاوزه. برافو عبد الله جمعه، برافو رؤى، برافو برافو. يلا يطلع واحد محنك يا استاذ محمد انت مش عاجبك حاجه يا عم. هو ده الصح، اللعيبه كل شويه على انستجرام واللعيبه فكه، هو ده الصح. انت صح، انت صح، انت صح.
انت صح، هو ده الصح. روق على انستجرام وعبد الله جمعه والدنيا فكه والدنيا جميله. في خبر تاني بمناسبه انستجرام، بيقول لك الزمالك يدرس توقيع عقوبه على فتوح وعبد الله جمعه وشلبي بسبب انستجرام. حلو، ولكن ايه يعني المعلومه ايه؟ الزمالك يدرس، يعني لسه الزمالك قاعد بيدرس، لسه الزمالك قاعد بيدرس بيشوف هوقع عقوبه ولا لا. المفروض الكلام ده اوتوماتيك، لايحه اقطع قص، لايحه شفي. انت طلعت على انستجرام 300,000 هتكررها 500,000، بوظ له عقده، شلفط عقده. ده لو انت عاوز تعمل فرقه كوره قويه شلفط عقده، انما الفرقه اوضه اللبس بايظه، وانا اتكلمت الكلام ده ومصمم عليه، اوضه اللبس بايظه. امبارح انستجرام، النهارده انستجرام، اول انستجرام، كل يوم انستجرام، واللعيبه ولا فرقه معاه حاجه ولا الهوى. ورؤى كان بيروق على نفسه، كان عند المزين النهارده. بيراميدز صدم نادي الزمالك برفضه، مش عارف ماشي هرد عليك. بيراميدز بيصدم الزمالك برفضه او بتمسكه بعبد الله السعيد وانه غير متاح للبيع، فده برضه خبر. يعني انا يعني هكون سعيد لان انا مش عاوز عبد الله السعيد، لان انا مش هجيب لعيب سعره كبير وعقده كبير عشان يلعب معايا دوري، اللي هو اصلا الدوري خلص يعني. فانا مش هجيب عبد الله السعيد عشان يلعب معايا دوري يعني، فكده مفيش عبد الله السعيد. والزمالك دخل في اكتر من صفقه الساعتين اللي فاتوا دول، طب ما انت عندك من اول يناير، لا انا هشتري لبس العيد ليله الوقف بالليل. طب ما تشتري لبس العيد من اول رمضان، لا انا هاجي في اخر ساعتين واشتري لبس العيد. فالزمالك بدا في اخر ساعتين دول عاوز يعمل قرارات تهدي الجمهور عشان صفقه امام عاشور. فالزمالك دخل في اكتر من لاعب والانديه علت. ليه الانديه علت؟ عشان الانديه عارفه انك محتاج، عشان الانديه عارفه انك يعني فاضل ساعات ويغلق باب القيد، وعارفه انك مزنوق، فالانديه بتلوي دراعك عشان عارفه ان انت دراعك ملوي. طب ما تتفاوض من اول يناير، لا بطء بطء بطء، ثلاثة بطء. الزمالك دخل جس النبض في ناصر منسي، في ناصر ماهر سوري، لعيب فيوتشر، والزمالك مش هياخد لعيب من فيوتشر، وانا قلت لكم الكلام ده. واحمد شوبير حطت استقالته قدام رحيل اي لعيب من فيوتشر للزمالك، ولكن الزمالك دخل كده حلاوه روح في ناصر ماهر واللعيب عاوز يجي، ولكن فيوتشر الاداره رفضت انها تتخلى عن اي لعيب بشكل مؤقت حتى في انتقالات يناير. والزمالك دخل، والكلام ده ما حدش اتكلم فيه كتير، الزمالك دخل في مصطفى شكشك لاعب خط الوسط بتاع انبي، ما انت بعت امام عاشور فانت عاوز تجيب حد غيره، دخلوا في مصطفى شكشك وامبي رفض لانه الدوري شغال ومش هيقدر يفرط في لعيب من اللعيبه بتاعته. فالزمالك حاول مع مصطفى شكشك ومع ناصر ماهر، ولكن يعني مفاوضات الساعات الاخيره دي الانديه بتلوي دراعك عشان عارفه ان انت خلاص عاوز تأيد، لان فاضل ساعات على القيد، وتأيد وتخلص والكلام ده كله. خلاص الزمالك انتهى منذ قليل وحسم صفقة اللي هو احمد بالحج لاعب خط وسط نادي اسوان. يعني انا ما اتفرجتش عليه، اكتبوا لي في التعليقات يعني هل هو لعيب كويس مش كويس. انا للامانة ما بتابعش مباريات اسوان، انا ما بتابعش على ماتشات الزمالك بس، فانا ما اتفرجتش على اللعيب. ناس بيقولوا لعيب كويس، هو مغربي الجنسية، عنده 25 سنة. الزمالك يعني حسم الامر معاه بالظبط زي ما ميدو بيقول بالحج عامر حسين، يعني هو اسمه احمد بالحج عامر حسين. فالزمالك عمل يعني عمل حاجه كويسه، ما هو برده كويس لازم يتقال. الزمالك كان اللعيب معروض عليه شراء بحوالي 20 مليون جنيه، بداوا ينزلوا ل 17 16 15 الكلام ده كله. فالزمالك عمل حاجه كويسه ودي تحسب للاداره، يعني الوحش بنقوله والحلو بنقوله.
الزمالك يعني حسم اللعيب إعارة بأربعة مليون جنيه مع تفعيل بند الشراء بعشرة مليون جنيه. يعني لو اللعيب مشي كويس هندفع العشرة مليون، ما مشيش كويس هنرجعه ونبقى خدناه إعارة بأربعة مليون جنيه. فدي حاجة كويسة يعني، ده صح، ده صح انك ما تدفعش الفلوس كلها مرة واحدة بشكل كامل. انا سعدت جدا بيكم.